علاش كناكلو؟ الجواب سهل، هو باش ما نموتوش. الماكلة هي ضرورة، هي رمز ديال الحياة، هي اللي كتعطينا الطاقة باش نتحركو ونفكرو ونستمرو في الطريق ديالنا. ومن بداية الزمن والإنسان كيقلب على شنو ياكل. الجوع خلانا نبساكرو، نبدلو النمط ديال العيش ديالنا باش عمرنا نعاودو نحسو به. الإنسان ولا فلاح باش عمرو يبقى يجيه الجوع، الشي اللي غير الطبيعة ديال البشر جذريا، خلانا نبنيو ديور ونستقروا في مدن وندوزوا من رحل للاستقرار في الأرض. الماكلة كتجمعنا فاش كيكون الخير موجود، وكتفرقنا وتخلق حروب بيناتنا فاش كتقلال. الفيلم ديال اليوم كيهضر على نوع واحد اخر ديال الماكله، ماكله اللي ماشي الغرض ديالها انها تشبع ولا تحيد الجوع. الفيلم ديال اليوم كيهضر على الماكله اللي فئه قليله من البشر كياكلوا. هاد الماكله هي فن اللي كيسافر بالناس لبلايص بعيده في الكون ديال المذاق. الفيلم ديال اليوم هو The Menu اللي خرج في 2022 من اخراج مارك مايلود. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سينما بودكاست. هاد الحلقة كتدخل في تفاصيل اللي تقدر تحرق لكم الفيلم، إذا اللي مازال ما شافوهش يمشيو يشوفوه، عادي يرجعوا لهنا. ولكن غير باش ننبهكم، هاد الفيلم فيه لقطات ديال العنف والقتيلة بالنسبة للناس اللي ما عندهاش مع هاد الشيء. الفن ديال الطبخ دي غاسترونومي، الغرض الاول ديالو ماشي هي الشبع. داكشي علاش فاش في التلفازه ولا في الافلام كنشوفوا هذوك اللقطات في المطاعم الفخمه اللي كيحطوا بزيقه في التبصيل كتجينا في شكل كيفاش هاد الناس مخلصين زباله ديال الفلوس وغادي ياكلوا غير هادشي شويه. حنا الا ما كانش التبصيل مهور راه ما كاين والو، كيف ما كنقولوا العين خاصها تاكل قبل من الكرش. ولكن اللي فايت جرب مطعم غاسترونوميك راه غادي يفهم بالله السبب الرئيسي علاش كتمشي المحل بحال هذاك هو باش تكتشف شي اذواق اللي ما عمرك دقتيها وتحس بشعور اللي عمرك عشتيه، بحال غادي في مغامره جديده وكتكتشف حوايج جداد. وعكس داكشي اللي نقدروا نتصوروا، الحاجه اللي كتعطي هذا الاكتشاف ماشي هما الماكولات الفاخره بحال الكافيار ولا الترفاس. هاد المطاعم يمكن ليها تشكل بطاطا وتحس بحال الى اول مره كليتي فيها البطاطا ديال بصح. لحقاش كيفاش تختارت هذيك الحبه ديال البطاطا وكيفاش توجدات وعلى اين درجه طابت وفوقاش بالضبط سربات كتخلي نفس الحاجه تبان بوجه جديد. الفيلم ديال اليوم كيهضر على مطعم من هذا الكاليبر، مطعم سميتو هاوثورن على الاسم ديال الجزيره اللي هو فيها. الكليان كيمشيو ليه بالباطو. Hawthorne, all aboard! غير كيحطهم كيمشي في حاله حتى يساليوا العشاء باش يخليهم معزولين تماما على بقية العالم. كاين 11 لواحد في هاد العشاء، كوبل شارف من النوع اللي خانزين فلوس، ناقدة مشهورة ومسؤول على المجلة اللي كتكتب فيها، ثلاثة ديال الزملاء ديال العمل اللي خدامين في العالم ديال الفاينانس، نجم سابق ديال السينما والمساعدة ديالو، واخيرا الكوب اللي غادي نتبعو عن قرب واللي فيه تايلر فان كبير ديال غاسترونومي وصاحبته مارغو. الشيف ديال الريستو سميتو جوليان سلويك، وهو والفريق ديالو مجدين للكليان ديالهم واحد المفاجأة. هاد العشاء غادي يكون اخر عشاء ليه، ماشي لحقاش غادي يعتزل الطبخ، ولكن لحقاش معول يموت ويدي معاه كل شيء حب وتبن. Good evening. Welcome to Hawthorne. إذن بالنسبة لي هاد المنيو ديال هاد الليلة هو بحال شي وصية غادي يخليها من وراه، ولا إرث آخر كيعبر به على الأفكار ديالو، بحال شي مانيفيستو. الرسالة ديالو مقسمة الأطباق، كل ميل كيلعب دور وكيعاود شي حاجة، والناس اللي حاضرين حتى هما داخلين في هاد الميساج اللي بغى يخلي. Think of yourselves as ingredients in a degustation concept. What? A tasting concept. Figuratively speaking, I think that is the best way to describe it. كل شيء من غير شخص واحد واللي هو مارغو، السيدة اللي جاية تتعشى مع تايلر على أساس صاحبته. مارغو هي بحال هذيك الزغبة في هذه الحريرة، لحقاش سميتها ما كانش في الريزرفيشن والشاف ما كانش معول عليها وما عارف عليها والو. تصوروا شاف اللي كيكونترولي كل شيء من المقادير للجيست ليست، عارف الشادة والفادة، ما يمكنش ليه يخلي شي حاجة ما عارفهاش، خصوصا في الليلة الأخرى ديالو اللي موجد ليها من شحال هادي. It matters because this menu, this guest list, this entire evening has been painstakingly planned and you were not a part of that plan. هاد البحث على شكون هي مارغو غادي يعاوننا حنايا نفهموا بزاف ديال الحوايج عليه هو النيت.
مارغو هي ماشي صاحب تايلر ولكن بائعة هوا مخلصها باش تجي معاه لهذا العشاء. وهنا فين المقارنة بينها وبين الشيف جوليان تقدر تبدأ. I am a monster. No, was a monster and a whore. هو بحاله بحالها كيعتبر راسو حتى هو كيقدم خدمة. You thought I couldn't tell? Oh, I know a fellow service industry worker when I see one. وكيف ما غادي يكتشف بحاله بحالها ما بقاش كيحس بالسعادة في الخدمة دياله. Do you enjoy providing your services? I used to. Do you enjoy providing yours? I haven't desired to cook for someone in ages. المطعم هو كل شيء بالنسبة لجوليان. المطعم هو حياته. عمرو يفكر في شي حاجة من غير الخدمة. وفي الفيلم كنشوفوا أن الدار اللي ساكن فيها وسط منها كاينة ريبليكا ديال الكوزينة. الشيف جوليان باش يقربنا من الصورة أكثر في الطبق الرابع غادي يستعمل السوشيف ديالو جيرمي باش يعاود لنا القصة ديالو. Like me at his age, Jeremy has forsaken everything to achieve his goals. Like mine, his life is pressure. And even when all goes right and the food is perfect and the customers are happy and the critics are too, there is no way to avoid the mess. The mess هي الثمن ديال التضحية ديالو لهاد الخدمة. الكوزينة خرجت لي على صحته البدنية وحتى النفسية. The mess you make of your life, of your body, of your sanity. By giving everything you have to pleasing people you will never know. الناس اللي خدامين في الدومين ديال الطبخ يقدر يقولوا لكم شحال صعيب وشحال كيتطلب من الوقت والتجربه باش توصل لنيفو واعر. الضغط اللي كيحسوا به الشيفس وخصوصا الاكثر نجاح فيهم هو كبير بزاف اللي بعض المرات يقدر يؤدي للمأساة. ضغط اللي ما كيوقفش لان في كل وجبه كتسربه في المطعم فهي بحال امتحان. كل تبصيل كيتحط فوق الطابله غادي يتحلل ويتراقب. جوليان بغى يوقف كل شيء لانه مسجون في شي حاجه اللي استثمر فيها ذاته وحياته. ما يمكنش لهذا النوع ديال الناس انهم غير يبدل الحرفه. الطريقه الوحيده بالنسبه لي هي يوضع حد لحياته. ولكن علاش غادي يقتل معاه ناس ابرياء؟ الناس اللي خدامين معاه عندهم علاقه به اللي من غير الاحترام والتقدير راه فيها الحب. I love you all. We love you too, chef. اذا بالنسبه ليا بغى يجنبهم المعاناه اللي داز منها باختيار ديالو لهاد الحياه وهما راضين على هاد القرار ومقتنعين به. Do you like this life? This life that you dreamed about? No, chef. And do you want my life? No, chef. اما الكليان قصه اخرى وكل واحد وعلاش كاين تما. إلا جينا نشوفوا المكانة ديال الشيف جوليان راها منبنياش غير على التالنت. وهنا الناس اللي في الميدان الفني بصفة خاصة يقدروا يحسوا بهذه القضية بالضبط. النجاح مغير أنك تكون موهوب خاصه بزاف ديال الحوايج بحال مثلا النقاد والإعلاميين باش يهضروا عليه ويشهروا به، مشاهير اللي غيفاليديو، خاصه مستثمرين اللي يمولوا الأحلام ديالو، والكليان اللي غادي يستهلكوا فنه، خاصو فانز متطرفين لدرجة التطفل عليه، وهما الناس اللي كاينين في الريستو ديك الليلة. You represent the ruin of my art and my life. And now you get to be part of it. هاد الناس كيكونوا واحد السيستم، هاد السيستم اللي يقدر يبان بحال كيعطي حرية للفنان، ولكن بالعكس هاد السيستم كيستغل وكيتغدى من عرق ديالو. بقى السؤال الاخير في هذه الحلقه وهو علاش مارغو غادي تسلك. كاين بزاف ديال التفسيرات في انترنت وكيفاش انها هي الشخصيه الوحيده اللي ماشي من ذاك العالم وانها هي الوحيده اللي فهمت الشيف جوليان والى اخره. هذا السؤال فلاص ما نحاول نجاوب عليه هنا غنطرحه عليكم نتوما، علاش في نظركم مارغو فلتات من هذه الوليمه. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال سينما بودكاست. نتلاقاو قريبا في حلقه جديده. تهلاو فريوسكم.